السلام عليكم. في هذا الدرس سنقوم ب تمرين حول الجدع الإعلامي الخاص بمستوى جدع مشترك علمي. إذا في هذا الصدد نبتدئ ب التمرين. ليكون أ ب س مثلثا متساوي الساقين رأسه س، بحيث ب س يساوي 2 ب أ، ونضع المسافة أ ب تساوي بتي أ. أولا بين أن الجدع السلمي أ ب أ سيساوي أ أس 2 على 2. السؤال الثاني، لتكون أش نقطة أش هي المسقط العمودي للنقطة بي على أ سي. السؤال هو بين أو لا أحسب المسافة أش. السؤال الثالث، لتكون النقطة السبرين بحيث أ منتصف القطعة سي سبرين. السؤال هو باستعمال خاصيات أو لا خاصيات المتوسط بين أن المسافة بي سي بريم تساوي أ جذر مربع 6. السؤال الأخير، لتكون النقطة ك بحيث بيكا متجهة بيكا تساوي ناقص 1 على 8 فوا المتجهة أسي. السؤال بين أن المثلث أسي كقائم الزاوية في أ. هنا تتجلى تطبيقات الجدع السلمي المتعلقة بتحديد طبيعة المثلث أو طبيعة الرباعيات. إذن الحل، نبتدئ بماذا؟ برسم مثلث قائم أو متساوي الساقين رأسه سي. إذن الحل، أولا نأخذ شكل للمثلث ABC رأسه سي. نعم، إذن ABC مثلث رأسه سي، ABC مثلث رأسه سي، بحيث ماذا؟ المسافة AB نضعها تساوي A. إذن رأسه سي، مثلث متساوي الساقين AB. إذن المسافة AB تساوي نضعها هي A، الحرف A. ثم لدي BC تساوي 2 BA، BC 2 BA، إذن 2 فوا A. وبما أن المثلث متساوي الساقين رأسه سي، إذن المسافة AC تساوي 2 A. نعم، السؤال الأول هو بين أن، لنبين أن، السؤال الأول لنبين أن AB سلمي AC تساوي A أس 2 على 2. أريد أن أبين هذه المتساوية. إذن هنا سأستعمل ماذا؟ سأستعمل خاصية الكاشي في المثلث ABC. إذن لدينا حسب مبرهنات الكاشي ماذا تقول؟ طول الضلع BC أس 2، طول ضلع BC أس 2 ماذا يساوي؟ يساوي مجموع مربعي الأضلاع الأخرى AC أس 2 زائد AB أس 2 ناقص ماذا؟ 2 AB سلمي AC. نعم، BC أس 2 تساوي AC أس 2 زائد B أس 2 AB أس 2 ناقص 2 AB سلمي AC. فهذه الخاصية أو العلاقة تمت البرهنة عليها في الدرس. إذن ماذا؟ أبحث عن قيمة AB سلمي AC. إذن 2 AB سلمي AC تساوي AC أس 2 زائد AB أس 2 ناقص BC أس 2، أي ماذا؟ AB سلمي AC تساوي 1 على 2، لدي هنا 2، إذن هي 1 على 2 عامل لماذا؟ AC أس 2 زائد AB أس 2 ناقص BC أس 2. إذن هذه هي العلاقة، توصلنا إلى أن AB سلمي AC تساوي 1 على 2، AC أس 2 زائد AB أس 2 ناقص BC أس 2، ويمكن اعتبار هذه العلاقة أيضا خاصية في الدرس، ولكن الأساس هو تطبيق مبرهنات الكاشي إلى أن نصل إلى هذه العلاقة التي تمكننا من حساب الجدع السلمي، كما قلت أنها أيضا عبارة عن خاصية في الدرس. لدي ماذا؟ المثلث AB متساوي الساقين في C، يعني أن المسافة BC تساوي المسافة AC.
المسافة بسي تساوي المسافة أسي، يعني هاتين القيمتين قلنا هذين العددين فهما متقابلين، لأن المسافة أسي تساوي المسافة بسي، إذن أسي أسي 2 تساوي أيضا المسافة بسي أسي 2، إذن فهما عددان متقابلان، أسي يساوي بسي، إذن أبي سلمي أسي تساوي واحد على اثنان أب أس اثنان. يكفي الآن أن أعوض قيمة أب ب أ الحرف أ، إذن أب سلمي أس تساوي كم؟ تساوي أ أس اثنان على اثنان، وهذا ما هو المطلوب في السؤال، هو أن أبرهن بأن أ بي سلمي أسي تساوي أ أس 2 على 2. نمر الآن إلى السؤال الثاني، نمر إلى السؤال الثاني. ثانيا لدينا ماذا؟ لدينا النقطة أش، هي ماذا؟ هي المسقط العمودي للنقطة ب على أسي، إذن سننشئ ماذا؟ سننشئ نقطة أش بحيث ماذا؟ أش هي المسقط العمودي للنقطة ب على أسي، المسقط العمودي للنقطة ب على أسي، بهذه الطريقة. إذن الآن أش، أش هي المسقط العمودي للنقطة ب على أسي. السؤال هو أحسب المسافة أش، حساب المسافة أش. هنا لدينا الفرصة لماذا؟ لحساب مسافة باستعمال ماذا؟ باستعمال التعريف الأولي لمدى الجداء السلمي. أول تعريف لجداء السلمي هو ماذا؟ U و V متجهتين، إذن رأينا في الدرس أنه U و V متجهتين بهذا الشكل، U V متجهتين A C B. نعم، إذن أش المسقط العمودي للنقطة C على AB، إذن فيكون الجداء السلمي AB سلمي AC هو المسافة AH في المسافة AB، إذا كان للمتجهتين AH وAB نفس المنحى. أعيد، C أو AH المسقط العمودي للنقطة C على AB، فيكون تعريف الجداء السلمي U سلمي AB أو AB سلمي AC، AB سلمي AC يساوي المسافة AH في المسافة AB، لأن للمتجهتين في هذه الحالة AH وAB نفس المنحى. هذا التعريف هو الذي سيتم تطبيقه للإجابة أو للبحث عن المسافة AH. إذن المسافة AH، إذن باستعمال تعريف الجداء السلمي، إذن لدينا AH المسقط العمودي لماذا؟ للنقطة، للنقطة B على ماذا؟ على AC. ماذا نلاحظ؟ بأن للمتجهتين AH وAC نفس المنحى، إذن ولو لدينا و للمتجهتين وللمتجهتين AH وAC نفس المنحى، إذن يكون تعريف الجداء السلمي ومنه AB سلمي AC باستعمال التعريف يساوي المسافة AH مضروبة في المسافة AC، يساوي AH مضروبة في المسافة AC، أي أن المسافة AH تساوي الجداء السلمي AB AC مقسومة على المسافة AC. إذن تطبيق عددي لهذه العلاقة الأولى المتساوية، المسافة AH تساوي ماذا؟
قمنا بحساب A B سلمي A C في السؤال السابق حصلنا على ماذا؟ A أس 2 على 2 إذن A H يساوي A أس 2 على 2 مقسومة على A C المسافة A C كم تساوي؟ تساوي 2 A أي إذن ماذا؟ المسافة A H تساوي A أس 2 على 2 على 2 A تساوي A على 4 باستعمال خاصية الحساب على الأعداد الجذرية إذن A H تساوي A على 4 4 إذن قمنا بحساب مسافة في باستعمال فقط تعريف لماذا تعريف للجداء السلمي نمر الآن إلى السؤال الثالث كما قلنا إذن السؤال الثالث لتكون نقطة سبريم بحيث A منتصف القطعة C سبريم إذن ننشئ ماذا ننشئ النقطة سبريم بحيث A منتصف C سبريم فوالا إذن سبريم ننشئ النقطة سبريم بحيث ماذا بحيث A منتصف C سبريم السؤال يقول باستعمال خاصية المتوسط أو مبرهنات المتوسط بين أن المسافة B' تساوي A جذر مربع 6 إذن السؤال الثالث لنبين أن ماذا؟ المسافة B' تساوي A جذر مربع 6 باستعمال مبرهنات المتوسط إذن لاستعمال مبرهنات المتوسط سنستعمل مثلث او لا سنشتغل في المثلث A او لا B C C بريم لماذا لان A منتصف القطعة C C بريم اذا ماذا لدينا في المثلث اي مثلث قلنا سنشتغل في المثلث B C C بريم في المثلث B C C بريم لدينا ماذا A منتصف لدينا في المثلث B C C' A منتصف القطعة C C' واضح بأن A منتصف القطعة C C' ماذا لدينا حسب مبرهنات المتوسط مبرهنات المتوسط تقول بأن طول ضلع B C أس 2 زائد B C أس 2 يساوي ماذا؟ يساوي 2 BA أس 2 زائد C C' مقسومة على 2 إذن مبرهنات المتوسط لدينا في المثلث B C C' A منتصف القطعة C C' إذن حسب مبرهنات أو خاصية المتوسط حسب مبرهنات المتوسط ماذا سنجد؟ سنجد أن المسافة أو طول الضلع B C أس 2 نجد ما يلي نجد أن طول الضلع B C أس 2 زائد B C أس 2 تساوي 2 BA أس 2 زائد المسافة C C أس 2 مقسومة على 2 هذه هي مبرهنة المتوسط التي برهنا عليها في الدرس هدفي هو ماذا؟ هو أن أبحث عن ماذا؟ أن أبحث عن المسافة B' في هذه المتساوية إذن B C' أس 2 ما تساوي؟ تساوي 2 BA أس 2 زائد C C' أس 2 على 2 ناقص B C أس 2 لأن الهدف هو ماذا؟ هو حساب المسافة B C'
أي إذا تطبيق عددي سأقوم بتعويض كل ضلع أو لطول أو كل مسافة بقيمتها أي بي سبرين وستنا تساوي لدي المسافة أب تساوي أ أيضا بدلالة أ اثنان مضروبة في أ وستنا لأن المسافة أب تساوي أ زائد سي سبريم سي سبريم ماذا لدي هنا؟ لدي أ منتصف القطعة سي سبريم حسب المعطيات أ منتصف القطعة سي سبريم المسافة أ سي أو المسافة سي أ تساوي 2 أ بما أن أ منتصف القطعة سي سبريم إذا المسافة أ سبريم أيضا تساوي 2 أ لماذا؟ ببساطة لأن أ منتصف القطعة سي سبريم إذا المسافة سي سبريم تساوي 2 أ زائد 2 أ أليس كذلك تساوي 4 أ الكل وستنا مقسومة على 2 ناقص طول الضلع بسي يساوي 2 أ ناقص 2 أ الكل وستنا ومنه بي سبريم وستنا تساوي 2 أ وستنا زائد 4 أ الكل وستنا تساوي 16 أ الكل وستنا على 2 ناقص 2 أ الكل أس 2 تساوي 4 أ أس 2 أي ب سبريم أس 2 تساوي 16 أ أس 2 على 2 تساوي 8 أ أس 2 إذا تساوي 2 أ أس 2 زائد 8 أ أس 2 ناقص 4 أ أس 2 ومنه 2 أ أس 2 زائد 8 أ أس 2 تساوي 10 أس 2 10 أس 2 ناقص 4 أس 2 تساوي 6 أ أس 2 ومنه ب سبريم أس 2 تساوي 6 أ أس 2 أي بالمرور إلى الجذر المربع نتحدث هنا عن المسافات يعني جميع التعابير فهي موجبة أو لجميع القياسات فهي موجبة إذن ب سبريم تساوي جذر مربع 6 أ أس 2 باستعمال خاصية الجذور المربعة ومنه المسافة بي سبريم تساوي أ لأن جذر مربع أ أس 2 تساوي أ لأن أ عدد موجب جذر مربع 6 وصلنا إلى البرهنة على أن المسافة بي سبريم تساوي أ جذر مربع 6 باستعمال ماذا؟ باستعمال خاصية أو لا مبرهنة المتوسط. نمر الآن إلى السؤال الأخير لتكون و أش أو النقطة ك معرفة بالعلاقة المتجهية بك تساوي ناقص 1 على 8 أسي نريد أن نبين بأن المثلث أسيك قائم الزاوية في ماذا؟ قائم الزاوية في أ هنا تتجلى خاصيات أو لا استعمالات الجداء السلمي في البرهنة على أن المثلث قائم الزاوية أو بتحديد طبيعة بعض الرباعيات سنرى أين تتجلى تطبيقات الجداء السلمي في تحديد طبيعة المثلث إذا لدينا ماذا؟ السؤال الرابع ماذا لدينا في المعطيات؟ نقطة ك معرفة بعلاقة متجهية إذا لدينا بك تساوي ناقص 1 على 8 أسي سؤالي هو أريد أن أبين أن المثلث قائم الزاوية في أ هنا تتجلى استعمالات الجداء السلمي كيف ذلك؟ رأينا في الدرس بأن تكون المتجهتين متعامدتين U و V U و V لدي في هذه الحالة متجهتان متعامدتان ورأينا خاصية في الدرس بأن U تكون متعامدة مع المتجهة V إذا وافقت إذا كان الجداء السلمي U
الذل يكون منعدما. تذكير بما رأيناه في الدرس، تكون المتجهتان U و V متعامدتان إذا وافقت، إذا كان الجداء السلمي منعدما. إذن يكون إذا أخذنا بأن المتجه U تساوي A B و V تساوي A C، A B A C، إذن تكون المتجهتان A B و A C متعامدتان إذا كان الجداء السلمي A B سلمي A C يكون منعدما. ونو من هنا نستنتج أن المثلث ABC قائم الزاوية في A. إذا الآن أريد أن أبين بأن المثلث ACK قائم الزاوية في A. إذا ماذا سأحسب؟ سأحسب ماذا؟ الجداء السلمي AC AK. سأحسب الجداء السلمي AC AK. سأحسب AC AK. إذا وجدت أن المثلث أو أن الجداء السلمي AC AK يساوي صفر، يمكنني أن أستنتج بأن المثلث قائم الزاوية A باستعمال هذه الخاصية. إذن لنحسب AC سلمي AK، قلنا بأنه سنحسب ماذا؟ جداء سلمي بين المتجهتين AC و AK. إذن لنحسب AC سلمي AK. إذن لدينا AC سلمي AK يساوي، إذن AC سلمي AK لحساب هذا التعبير أو جداء السلمي AC AK يجب أن أحصل على ماذا؟ استعمل علاقة شال في المتجهة AK بالنقطة B. لماذا؟ لأن لدي علاقة أو لأن النقطة B معرفة أو النقطة K معرفة بهذه العلاقة المتجهية BK تساوي ناقص 1 على 8 AC. ليس لدي تعبير المتجهة AK، لدينا AC سلمي AK تساوي AC سلمي، هنا سأستعمل علاقة شال بالنقطة B. AB زائد بك، هنا استعملت علاقة شال كما قلت بالنقطة ب، لأن النقطة ك في الأصل أو في التمرين معرفة بماذا؟ معرفة بهذه العلاقة المتجهية. سأستعمل الآن العلاقات أو الخاصيات المتعلقة بماذا؟ بحساب الجداء أو باستعمال نشر العلاقات المتجهية U سلمي V بلس دبل V هي ماذا؟ AC سلمي AB زائد AC سلمي BK، هذه الخاصيات المتعلقة بماذا؟ بالجداء السلمي. رأينا أيضا بأن AC سلمي AB هو AB سلمي AC، لأن ماذا؟ لأن الجداء السلمي تبادلي، AB سلمي AC زائد AC سلمي BK، المتجهة BK تساوي ناقص 1 على 8 AC، ناقص 1 على 8 AC. هنا أيضا سأستعمل ماذا؟ سأستعمل الخاصيات المتعلقة بجداء السلمي U سلمي KV، رأينا في الدرس أنها تساوي ماذا؟ K U سلمي V. نعم، U سلمي K V تساوي K U سلمي V، إذن تساوي A B سلمي A C، A C سلمي ناقص 1 على 8 A C تساوي ناقص 1 على 8 A C سلمي A C. جيد، رأينا أيضا أن في الدرس U سلمي U، U سلمي U هو من ضمن المتجهة U واستثنان، إذن تساوي AB سلمي AC ناقص 1 على 8 من ضمن المتجهة AC واستثنان. الآن حصلنا على ماذا؟ أن AC سلمي AK تساوي AB سلمي AC ناقص 1 على 8 من ضم AC أس 2. قمنا بحساب AB سلمي AC في التمرين أو في السؤال الأول، حصلنا على ماذا؟ AB سلمي AC تساوي A مربع مقسوم على 2، إذن تساوي A مربع مقسوم
مقسومة على 2 ناقص 1 على 8 من ضمن المتجهة AC لدي أول مسافة AC حسب المعطيات أن المسافة AC تساوي 2A إذن 2A أسي 2 مضروبة في 2A أسي 2 نواصل الحساب A أسي 2 مقسومة على 2 ناقص 1 على 8 مضروبة في ماذا؟ 2A أسي 2 هي 4A أسي 2 تساوي A أسي 2 على 2 ناقص 1 على 8 في 4 أسي 2 تساوي ناقص A أسي 2 على 2 A أسي 2 على 2 ناقص A أسي 2 على 2 أيضا يساوي 0 إذن ماذا وجدنا الآن؟ وجدنا أن ماذا؟ AC سلمي AK يساوي 0 وجدنا ومنه إذن خلاصة ومنه AC سلمي AK تساوي 0 أي أن الجداء السلمي منعدم رأينا في هذا التذكير بأن متجهتين بحيث جداءهما السلمي يساوي 0 نستنتج أن ماذا وبالتالي المتجهتين AK وAC متعامدتين إذا المتجهتين AC وAK متعامدتين ومنه AC المستقيمين AC وAK متعامدين أي أن AC عمودي على AK أي أن المثلث ماذا قائم الزاوية وبالتالي فإن المثلث ماذا المثلث AC فإن المثلث AC قائم الزاوية في A وهنا تتجلى تطبيقات الجداء السلمي في تحديد طبيعة المثلث باستعمال الجداء السلمي قمنا بحساب الجداء السلمي AC سلمي AK وجدناه منعدما استنتجنا بأن المتجهتين متعمدتين أي أن المستقيمين متعمدين وبالتالي A مثلث AC قائم الزاوية في A وبهذا يكون قد أنهينا التمرين المتعلق بماذا بحساب الجداء السلمي وبعض تطبيقاته شكرا على انتباهكم.